امشي ورا اللي بتشيك ولا تمشي ورا اللي ضحكك. اي نعم، وصلتنا من ابو المثل، وهسه صار الشعارات رفعتها بعض الجهات السياسيه باعلان صريح لموقفها من الانتخابات المحليه بنهايه العام الحالي، بعد توقعات بعزوف جماهيري على المشاركه بعمليه الاقتراع وتمسك القوى المتنفذه بعبور محنتها بقوارب التحشيد واستغلال غياب المقاطعين. لان المفوضيه العليا للانتخابات اعلنتها بعباره صريحه وقالت: فترة تجيل الناخبين انتهت ومكاتبها أغلقت بعد تحديث 1,034,904 ناخبين لسجلاتهم من أصل 23 مليون مواطن مشمولين بالتصويت بسباق الانتخابات المحلية وموعدها يوم 18 كانون الأول. لكن المفوضية كشفت عن أعداد تجاوزت النسبة المعروفة بالانتخابات السابقة للتحالفات والأحزاب، وحددتها ب50 تحالف، 33 منها جديدة و500 حزب، بينها 198 راح تشارك بشكل منفرد، وأكو 296 حزب مسجلة ضمن التحالفات. بس القصة بعدها بأولها، والمرشحين المجالس المحافظات حسمت أرقامهم المفوضية وقالت 6,000 مرشح موزعين على 15 محافظة، ومضمار تنافسهم مقيد ب 275 مقعد، 85 منها مقسمة بين كوتا النساء والأقليات. لكن من فتحنا قوائم المرشحين شفنا 11 قائمة مسجلة باسم الإطار التنسيقي منشور على 15 محافظة وبها مرشحين من 50 حزب وتيار، والسبب بعض المحافظات بها قائمتين تابعة للإطار. والمفاجأة حركة العصائب قدمت مرشحين عنها بمحافظة الأنبار بأول خطوة سجلها الانتخابات بتأريخها بعد العام 2003، بس ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي حجز مقاعد منفردة بعشر محافظات وقرر الدخول بشراكة ويا مكونات الإطار بالمحافظات الشمالية والغربية. يعني أبو إسراء ثبت على موقفه بالدخول بقائمة بعيدة عن تجمعات التنسيقي حتى يكسب الرهان بتحشيد جمهوره وتحقيق الوزن الانتخابي. هنا من رحنا للقوى السنية، رصدنا 13 قائمة انتخابية بعنوان مو كل أصابعك سوى، لأن القوائم اللي تجمع 50 حزب وتيار سياسي مقسمة أغلبها بين حزب تقدم اللي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحصته 3 قوائم، والمعارضين لسياسة التفرد بالقرارات وسياسة الحزب الحاكم ونصيبهم 6 قوائم موزعين على 9 تيارات سياسية مقسمة بين تحالف الحسم الوطني اللي قدم تحالف الأنبار الموحد برئاسة الدكتور جمال الكربولي والأمين العام أسامة النجيفي ورئيس تحالف الحسم ثابت العباسي ووزراء سابقين. منافستهم راح تصير داخل 15 محافظة، لكن من وصلنا تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي سجلنا 5 تيارات سياسية موزعة على 4 محافظات، واحدة منها الأنبار بقائمة انتخابية قودها وزراء الكهرباء السابقين قاسم الفهداوي وكريم عفتان. وبعد أكو تحالفات انتخابية محسوبة على القوى السنية، أولها الخيار الوطني بقيادة رافع الفهداوي ومقرها محافظة الأنبار، وثانية تحالف صقورنا بزعامة مشعان الجبوري أبو يزن ونفوذها صلاح الدين، وثالثة تحالف العروبة بمحافظة كركوك اللي يتقدم النائب عن عزم الشيخ وصف العاصي. يعني هذا الميدان يا حميدان. صحيح بعض الجهات عندها مواقف ترجح تأجيل الانتخابات المحلية شهر نيسان من العام المقبل لهواي أسباب، واحدة منها التحركات الأمريكية، لكن تيار الحكمة وعلى لسان الأعضاء والقيادات وصف عملية التأجيل بالكارثة، لأن المواطن يدور حجة على مقاطعة الانتخابات. أكو عدد ضخم من البطاقات مكتملة لكن المواطن ما جاي ياخذها. زين ليش؟ إذا هذا عزوف لو مو عزوف. أنا أجي أزيد الطين بلة أقول له لا والله أنا ما عاجبني أسوي الانتخابات ب 18-11 خلا أسويها بالشهر الرابع، هذه كارثة. ليش كارثة؟ لأن هو يدور عليك حجة، هو مترصد لك أنه أنت هل فعلا ماضي بأنه مصالحك عفتها باتجاه مصالحه هو؟ لأن هو يريد مصالحه، المواطن من حقه صار له 20 سنة ينتظر، يقول شو وقت ذولا يعقلون ويشتغلون بالوتيره الصحيحه. يعني الانتخابات المحليه راح تسجل هواي مفاجات، لان التيارات المدنيه وقوة تشرين شاده حيلها وتريد تزاحم القوى التقليديه على مقاعد المحافظات بحلب الصراع بها المال السياسي هو الخصم والحكم. حتى بعدها نرجع لمو المثل ونسمع: امشي ورا اللي بتشيك ولا تمشي ورا اللي ضحكك.